يسأل ويقول: أخذ والدي قطعة أرض زراعية من غير وجه حق، ونصحته هو وإخوتي الكبار فلم يستجيبوا، وعندنا أرض أخرى حلال، هل أكلي معهم حلال أم حرام؟ لأنه من الصعب فصل المال الحرام عن المال الحلال، وعند الميراث هل الأفضل ترك ميراث الحرام لإخوتي أو آخذه وأعطيه لصاحب الأرض؟ جزاكم الله خيرا. إذا علمت الحرام بعينه فلا يجوز لك أن تتناوله، إلا إذا اختلط الحلال مع الحرام فلك أن تأكل، لأنه لم يتعين أن هذا الطعام أنه من الحرام، ما دام أنهم عندهم حلال وحرام فلا مانع أن تأكل من طعامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود، وهم يتعاملون بالمعاملات المحرمة الربوية وغيرها، لأنه ليس كل ما عندهم حرام بل مالهم مختلف. وأما من جهة الميراث فما تعلم أنه حرام لا يجوز لك أن تأكل منه. نعم.